10月のパリ五輪アジア予選を勝ち抜き、36年ぶりに自力でのオリンピック出場を決めた水星ジャパンは、年末年始を返上し、若手とベテランの融合をテーマに、チームに足りなかった連携を強化した。アジア選手権で4位に入れば、パリオリンピック前に行われる世界選手権の出場権を獲得できる。欧州とのテストマッチとしても重要な機会、アジアを制した水星ジャパンの真価が問われる戦いが、今、始まった。Takumi Nakamura 2. Kosuke Yoshida 7. Tsutaya Taiga 13. Yoshida Suichi 20. Watanabe Jin 24. Kitazumi Asumi 25. Motoki Hiroki 43. Inomoto Yuga 44. Takano Sota عسكر الإعداد الخارجي كان في جمهورية مصر من 16 حتى 22 من ديسمبر الماضي الفترة من 27 ديسمبر حتى 5 يناير قبل أن يغادر الأخضر إلى البحرين من أجل خوض المرحلة الأخيرة التي في أول نسختين رمية 7 أمتار إذن الآن رمية 7 أمتار لمصلحة المنتخب الياباني وتسجيل الهدف في هذه اللحظات كانت 7-5 مباراة كبيرة مع جمهور كبير هنا الآن تتواصل المحاولات يلعب المنتخب الياباني يقع في عديد من الأخطاء تماسك دفاعي رائع ولكن هنا الآن على مستوى 6 أمتار سلام عامر عبد السلام يتصدى في هذه اللحظات عمرو يعني عليه ثقل كبير عمرو عبد السلام في هذا اللقاء وفي هذه البطولة وهنا الآن كرة على مستوى الجناح تسجل هذه هي لقاءات اليوم الثاني من البطولة هنا الآن كرة لكن تضيع أيضا من مجتبى آل سالم ضاعت فرصة مهمة دائما الأخضر لما يتقدم تصعب عليه فرصة تسجيل الأهداف وكأن التركيز يقل وكأن الثقة تعلو أكثر من اللزوم وبالتالي ارتكاب مثل هذه الأخطاء وربما هناك عقوبة الدقيقتين أيضا ربما عقوبة دقيقتين على مجتبى آل سالم الدفاع اللي كان من الخلف فعلا مجتبى آل سالم الآن يخرج بعقوبة الدقيقتين المباراة القادمة لكل منتخب الأخضر السعودي سوف يواجه الهند يوم السبت القادم عند الساعة اليابانية المساندة في هذا اللقاء تودوروكي هو مدرب المنتخب الياباني وريشارديسون مدرب المنتخب السعودي رمية 7 أمتار وهنا الآن الهدف في هذه اللحظات إذن تم احتسابها رمية 7 أمتار في الكرة أحمد زكي العبد الله من الوجوه الواعدة في المنتخب السعودي يشارك عباس الصفار مجتبى آل سالم استلام خاطئ من جديد تتحول يابانية ما راح يفرط المنتخب الياباني في هذه الفرصة ما راح يفرط خلاص راح يسجل أكيد الهدف يأتي و 11 و 2012 وأيضا درب فريق آخر والعديد من الفرق وحقق بطولة السوبر جلوب مع فوكس برلين ومصطفى بل حيدر الحسن يسجل في هذه اللحظات مورياسو إذن هو المدرب هنا الآن أو مانابو هنا الآن تتحول يا سلام حلوة الكرة المعلام يا سلام على هذا الهدف ولكن هنا الآن بشكل أكبر في اللحظات القادمة مع تقدم عيد الأنبعاوي تتحول الآن لمصلحة المنتخب الياباني محاولات في هذه اللحظات وأيضا دفاع رائع أكيد التأهل الحادي عشر أكيد راح يمر بالمزيد من المصاعب في هذه النسخة مع وجود 4 بطاقات مؤهلة في الألعاب الأولمبية الصيفية في 2004 اليوم هو يدرب المنتخب الياباني هنا الآن المحاولة خطأ وربما
هناك قرار على جهاد السيهاتي ممكن فيها ضرب على مستوى الوجه، وربما البطاقة الحمراء يا جهاد يا سيهاتي، بطاقة حمراء على جهاد السيهاتي. إذن في هذه اللحظات على طول اتخاذ القرار دون العودة إلى تقنية الفيديو مع الحالة الأخيرة، مدرب المنتخب الياباني هو مدرب آيسلندي، بالتالي الأفكار ممكن تكون متقاربة بين القادمين من آيسلندا، سواء مدرب المنتخب السعودي أو مدرب المنتخب الياباني. هذه الكرة الماضية ممكن يرجع فيها إلى الفيديو لمراجعة اتخاذ القرار، ولا يتم تأكيد القرار مع هذه الحالة والبطاقة الحمراء. لاعب مميز له جمهور هذا اللاعب، شاهد هذا اللاعب، لاعب على مستوى عالي العالي، يسجل هدف، يشغل الكيف. أحمد العالي يسجل في هذه اللحظات هدف رائع من لاعب رائع، 20-19. حسن الجنبي الآن يشارك على مستوى الدفاع، هنا الآن كرة تلعب لمصلحة المنتخب الياباني، يا سهيرة يلعب كرة، هذا اللاعب العملاق ما شاء الله تبارك الله، محاولة الحد من خطورة لاعب صناعة اللعب مع تقدم عيد يلعب يا سهيرة، ما لحل هذا اللاعب يا سهير، وفتح المساحات وتسجيل الأهداف، حيدر الحسن يسجل، الأخضر لا يريد التنازل عن هذا اللقاء، الأخضر لا يريد التنازل عن النقطتين في مجريات هذا اللقاء، هو حيدر الحسن يسجل في الكرة الماضية تتحول الآن، ولكن هنا المساحات مفتوحة والأهداف موجودة، واس استلام ولا أحلى، يلعب إلى حيدر الحسن، حيدر يمر والتصدي لناكامورا، حيدر الحسن في تسرع شوي، ليش؟ ممكن قلة خبرة، ممكن كثرة حماس أحياناً، وعقوبة دقيقتين على مجتبى آل سالم، والأوضاع تصبح أكثر صعوبة، الأوضاع أصبحت أكثر صعوبة يا آيسلندي. ريشارديسون متقاربة، الأسماء متقاربة، هنا الآن يا السلام، ارتقاء عالي، تتحول من جديد لمصلحة المنتخب الياباني، كرة على مستوى الجناح، محاولة الآن، محاولة يابانية، شوف محاولة اللعب بالأقدام، بدأ المنتخب الياباني يلعب بأسلوب مغاير، وربما هناك 23 فارق الهدف الواحد، الجماهير كلها تتابع الآن، والتصفيق والأنظار، فاضل الآن نمر موجود، فاخر الغاشي موجود، وكل المتواجدين، مصطفى الشهابية موجود، أعضاء الاتحاد السعودي ورئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، كرة الآن ومحاولة لمصلحة المنتخب الياباني، يا سهيرة سوكوسي، لاعب خطير هذا اللاعب، قصير لكن خطير، ولاعب مميز كوسوكي. إذن هنا الآن، أوه هدف ياباني يتابع في الكرة الماضية ويسجل الهدف، لكن بعد روعة الهدف الياباني أتى الإكمال، لاعب كبير، وهو كذلك هو اللاعب الذي تأثر من تأثر العائلة وأفراد الأسرة الذين يعشقون هذه اللعبة، والخيلان أيضا، الكل كان يحب هذه اللعبة، أبناء خطيمي، تتحول الآن من جديد، وهنا الآن فارق الهدف الواحد 25-24، المنتخب الياباني يبحث عن زيادة النتيجة، التنزيل على مستوى الدائرة، ورمية سبعة أمتار للمنتخب الياباني. في هذه اللحظات استلام بطريقة صعبة من يوشيدا كوسوكي يسجل، لاعب فاردار ياباني، هنا لقاء للذكرى أكيد، وهنا هدف من هذا اللاعب، كيف يمكن أن توق مجال للمنتخب الياباني الذي الآن يبسط سيطرته ويتقدم بفارق 3 أهداف. على كل حال تتواصل المحاولات
منتخب العراقي اليوم قسى بشكل كبير على المنتخب الهندي في المباراة الثانية في لقاءات اليوم الأول في البطولة الآسيوية 21 المقامة في مملكة البحرين حتى 25 يناير 2024. هنا الأجواء الجميلة في هذه الصالة الرياضية. رمية سبعة أمتار لاعب غير عادي لذلك هو في فاردار لاعب غير عادي لذلك ناكامورا حارس قادم إلى القارة بشكل كبير. ظهر تاكومي ناكامورا حارس المرمى من مواليد 96 حضر وبدأ ظهوره حقيقة من خلال وجوده في التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد التي أقيمت في قطر الذي يمثل نادي تويودا جوسي هنالك في اليابان. حارس كبير تخشى من اليابان تخشى أيضا من حارسة من ياسوهيرا وكوسوكي وهدف أيضا هدف رات التأهل للتأهل إلى الدور القادم. وهنا الآن أحمد العلي يسجل هذا الهدف ومعها نهاية الأمور. إذا ربما تكون مباراة السعودية والعراق يوم الاثنين القادم في الياباني بفارق يعتبر كبير لقاءات الفائز بأول لقبين في أول بطولتين. هنا هذا اللاعب لاعب غير طبيعي يسجل أيضا بادرة من خلال حصوله على جائزة أفضل لاعب في هذا اللقاء. كوسوكي إذن هو أفضل لاعب في هذه المواجهة وأكيد تسليم هنا الآن وتسلم جائزة أفضل لاعب في هذا اللقاء من الأستاذ بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأمين صندوق الاتحاد الآسيوي. إذن تقبلوا مني وافر التحايا. أنا محدثكم علي أحمد آل محسن على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في لقاءات قادمة عبر قنوات البحرين الرياضية في البطولة الآسيوية 21 المقامة في مملكة البحرين. شكرا إذن لكل من تابعنا في هذا اللقاء الجميل وتحية وتقدير أكيد للجماهير الحاضرة المتواجدة في هذه البطولة. أما الآن نتحول لإمتاع أكبر مع الاستوديو التحليلي مع المقدم المتألق حماد الشملان والمحللين هيثم الخاجة وعلي العنزور.